بلطجي. مش قدك، خلينا نتفاهم احسن. انا مفيش بيني وبينك اي تفاهم، ولو ما خرجتش حالا انا هطلب لك البوليس فعلا. عشان تقول لهم ايه؟ انك زورت في اوراق رسميه واستوليت على ابن واحد تاني ونسبته لنفسك؟ انت كذاب. للاسف مش صحيح، الولد ابني والورقه بيثبت كده. لو معاك اي اوراق تبقى مزوره وبيننا المحكمه. المحكمه دي لعبتي يا حضرت، حتى لو معاك الحق اقدر اقلبه باطل. لانك محامي وزر. بس مش اوسخ منك. بس انت متساوي ومتداري ورا واجهه سياسيه واجتماعيه بتلمع. الكلام ده لازم تتحاسب عليه. اخرس بقى واسمع الكلام اللي فيه المفيد. ده انا عندي سجل كامل بجرايمك وبلاويك. دي عينه منها. عمليات اجهاض غير قانونيه وغير شرعيه. 12 عمليه تموا في العياده بتاع سعادتك. عمليه سرقه كلى لوحدك في بورسعيد من 4 اشهر. الست اللي دخلت عيادتك تعمل عمليه كحت وماتت. بتاعت بني سويف. أهلها لما خدوها يغسلوها اكتشفوا إنها من غير عينين. سعادتك سرقت عينيها وبعت القرنية. ولما جولك إن هو وحبوا يعملوا فضيحة، سيادتك ضحكت عليهم ب 2000 جنيه. مال الكحت ومال القرنية يا دكتور؟ أنت عاوز إيه؟ الناس دول عاوزين يجددوا الموضوع. أنا اتصلت بيهم مقتنعين إنهم يرفعوا قضية. وهكسبها لهم. إيه رأيك؟ أنا تحت أمرك. عاوز مني إيه؟ تبعد عن سكتي وتدي اشاره. انا عايز اشوف ابن وائل. انا لغايه دلوقتي ما قلتش اخده، بس يمكن اغير رايي بعدين، الله اعلم. تعيط؟ صورتي قدام فاطمه والولد والحزب. لو المعلومات دي اتعرفت ده. ما تخافش، المعلومات دي مش هتظهر الا اذا احتجت لها، وانت تقدر تخليني ما احتجلهاش. سيف فين؟ عندي في البيت. يلا انزلي. انا عايز افهم انت جايبني هنا ليه. انا عارف ان زوجك حلو وعاوز تساعديه. ايه رايك؟ مش ممكن. انت جرالك ايه؟ الحاجات دي عشانك يعني؟ الالوان دي تمشي عليا؟ اوعى تكون بتحب. الظاهر كده. ايه رايك؟ لا، الحكايه دي عايزه تفكير. تعالى بقى لما ننقي لك كام طقم على بعضه. بس ما يهمكيش الفلوس. ماشي. ايه رايك؟ ياه، عارف بتفكرني بايه؟ بايه؟ بايام ما كنت طالب في الجامعه. فاكر؟ يعني ايه يجي يزوره هنا يا ابراهيم؟ ازاي تسمح له بكده؟ لازم نوطي شويه للريح لحد ما نشوف هنعمل ايه. تحرياتي بتقول ان الراجل ده مش سهل، ممكن يعمل لنا دوشه حقيقيه. سايسيه شويه لغايه ما انا بنفسي اتصرف. طب وسيف؟ هو علشان كده بقول لك سايسيه؟ انا مش مطمنه. ولا انا. بس لازم نلم الموقف لحد ما نتصرف صح. خلاص؟ الظاهر ان هو ده. الدكتور ابراهيم موجود؟ اهلا وسهلا يا استاذ مصطفى. انا مضطر اسيبك علشان عندي شغل. البيت بيتك طبعا. شكرا. مفيش. انا هفهمه ان صديق العيله. صديق قديم للعيله والمحامي بتاعه. مش عارفه اصدقك ولا لا. أنا مش ممكن أضر ابني يا دكتورة فاطمة. اتفضلي. هو فين؟ اتفضل. سيف، في ضيف بيسأل عليك وعايز يشوفك. مين يا ماما؟ أنكل مصطفى. اهلا 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 اهلا. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله. انكل مصطفى جاب لك الورد ده يا سيدي. الله، انت عارف ان انا بحب الزنبق. طبعا اذنكم اشيله في الباص. ميرسي قوي يا انكل. بلاش حكايه انكل دي بقى. امال اقول لحضرتك ايه؟ قول لي ايه رايك تقول لي يا مصطفى وانا اقول لك يا سيف.
هو انا مش متعود على كده لكن لكن ايه؟ مش بين اصحاب؟ اه طيب في حد بقى يقول لصاحب حضرتك هو ممكن الحكايات دي؟ تكسب يا يا ايه؟ يا مصطفى